يعني لا شك اليوم الخلل اللي يلاحظه المواطن في محافظة نينوى وفي بقية المحافظات العراقية وجود خلل واضح في الجوانب الإدارية والخدمية والتخطيطية. عودة المجالس وإعلان الانتخابات أمر مهم جدا في إعادة هيكلية بناء الدولة بشكل صحيح، وأيضا توفير الخدمات بشكل منظم ومن خلال وجود مجلس منتخب من قبل أهالي المحافظة. هذه الانتخابات قد يكون تختلف عن بقية المحافظات الأخرى، كون اليوم محافظة نينوى يعني تشهد استقرار أمني واضح، وبالتالي اليوم هذا الوضع الأمني المستقر يجعل هناك بيئة خصبة وواضحة للعمل السياسي. هناك اندفاع كبير جدا من قبل المرشحين على مستوى العشائر والعوائل والأكاديميين، وأيضا على مستوى الكتل السياسية. اليوم كل الكتل السياسية سواء من داخل المحافظة ومن خارجها تطمح بأن يكون لها حصة في هذه الحكومة المحلية القادمة، فبالتالي وجود عناصر شابة كفوءة ذات خبرة وخبرة وسمعة طيبة أعتقد سيعجل في حل كثير من الملفات في المحافظة. يعني المؤشرات الموجودة الآن، هناك اندفاع من قبل أهالي المحافظة بالمشاركة، لكن تبقى هناك يعني بيئة أو طبقة أو مجموعة هي الغالبية الصامتة. نتمنى من هذه البيئة الصامتة أن تكون لها كلمة الفصل في هذا الموضوع. المشاركة الفاعلة حقيقة ستنتج يعني مجلس محافظة منتخب من قبل أهل المحافظة، وأيضا المشاركة الفاعلة ستمنع من كل عمليات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات. يعني إذا المقاطعة لا تجدي نفع؟ لا، المقاطعة حقيقة يعني إحنا سابقا المحافظة جربت المقاطعة وكانت النتيجة يعني يحكم عليها المواطن في المحافظة. يعني لا شك أن هذه الانتخابات هي دائرة واحدة. سابقا الانتخابات الماضية كان هناك دوائر، وكل دائرة محددة بموقع جغرافي وناخبين. أعتقد سيكون هناك تنافس وتزاحم خاصة على مستوى العشائري على مستوى المناطق. وجود قرار سياسي لنينوى أمر في غاية الأهمية من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والانتخابات البرلمانية. هذه الانتخابات هي إذا الله شاء ونجحت كتلة برلمانية قرارها من نينوى سيحكم عليها قرار سابق في المجالس النيابية القادمة.